في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية الراهنة، تواصل مصر جهودها لتنشيط قطاع السياحة وضخ دماء جديدة تعيد له حيويتها. ومع استمرار الأزمة الأوكرانية وتأثر السوقين الروسي والأوكراني بها، تحركت الحكومة سريعا واتخذت قرارات للتعامل مع الوضع الراهن. قرارات جاء في مقدمتها تشجيع حركة السياحة الداخلية وجذب السائحين الوافدين من الأسواق البديلة عن طريق إجراءات تحفيز الطيران وتيسير الحصول على تأشيرات الدخول إلى البلاد. وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية والخبير السياحي الدكتور حسام هزاع. مساء الخير دكتور حسام. هذه الإجراءات الحكومية برأيك هل تعوض ولو نسبة من الخسارة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على السياحة في مصر؟ بالتأكيد الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على السياحة في مصر، وخاصة أن السوق الروسي والأوكراني بيمثل حوالي 40% من السياحة الشاطئية إلى مصر. ولكن الدولة قامت باتخاذ إجراءات سريعة الفترة الماضية وعمل حملات تسويقية ودعائية كبيرة على السوشيال ميديا لأسواق مختلفة بالنسبة لأوروبا الغربية زي إنجلترا وألمانيا وفرنسا وكذلك أسبانيا إيطاليا، بالإضافة إلى أمريكا. الحملات دي بطبيعتها أدت إلى آثار إيجابية ووصول فعلا أعداد من السياح إلى مصر، سواء في البحر الأحمر أو إلى السياحة الثقافية في الأقصر. الأهم من كده أن قامت وزارة السياحة برئاسة الدكتور خالد العناني تحت رئاسة دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي بعمل إجراءات جديدة بالنسبة لحاملين تأشيرات الشنغن والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وأستراليا، بس جنسيات مختلفة حوالي 180 جنسية، وكان استخدم هذه التأشيرة فممكن حصول التأشيرة مباشرة مجرد وصوله إلى مطار القاهرة لو معاه التأشيرة سارية ومفعولها ساري واستخدمت قبل كده، فبيدخل بشرط أنه طبعا يكون حاجز برنامج سياحي وذهاب وعودة. ودي برضو إجراءات إيجابية كبيرة. طيب، يعني هتنشط السياحة بشكل كبير. طيب هذه الإجراءات دكتور حسام، يعني عفوا، وهذه الأسواق البديلة التي تفضلت بالإشارة إليها، هل فعلا يمكن أن يعني تأتي في صورة يعني سياسة واستراتيجية من الوزارة، وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وليس مجرد علاج لتداعيات الأزمة الأوكرانية؟ هي التصرف أو إدارة الأزمة تم بشكل سريع، وده نقطة إيجابية قامت بها الدولة لغاية ما تهدأ الأمور ما بين أوكرانيا وروسيا. وبالفعل هي في هيبتدي الطيران بكرة النهاردة أو بكرة، أو الرحلة هتيجي من روسيا إلى مصر. بس طبعا في بعض العقبات اللي هتواجه
الأموال أو متوسط إنفاق السائح الروسي داخل مصر أو تحويلات الفلوس نتيجة لبعض العقوبات الاقتصادية اللي موجودة على روسيا من جانب الولايات المتحدة وحلف ناتو، فدي هتأثر في التحويلات العملة إلى البلاد. لكن في نفس الوقت الاتجاه إلى الأسواق دي بالإضافة إلى فترة الصيف، احنا مركزين طبعا على الأسواق الخليجية، لأن الأسواق الخليجية أسواق مهمة جدا، التركيز على أمريكا اللاتينية، التركيز كذلك على سوق زي الهند، بالإضافة إلى وجود بعض الرحلات اللي بالفعل خلال الاسبوع القادم هتصل الى 92 رحله في مرسى علم من اوروبا الغربيه، فده معناه ان اداره الازمه تم بشكل الى اي مدى عفوا يعني على المقاطعه دكتور حسام، الى اي مدى يمكن ان تسهم او يسهم تنشيط السياحه الداخليه في يعني خلق فرص عمل للعاملين في السياحه ومعالجه تداعيات الازمه بين روسيا واوكرانيا؟ الحقيقة طبعا السياحة الداخلية هي سياحة موسمية عشان نكون واقعيين، والسياحة الداخلية برضو هي بالعملة المحلية لا تدر عملة صعبة إلى البلاد، ولكن هي بتبتدي فترة الصيف أو الفترة القادمة بعد انتهاء الامتحانات من الطلبة في المدارس والجامعات، تبتدي السياحة والأهالي والأسر المصرية إلى الانتقال إلى المنتجعات السياحية، سواء بقى الساحل الشمالي أو البحر الأبيض المتوسط، سواء الفنادق أو الشاليهات الخاصة. ولكن دي لن يعني يكون هي بتقدر تسند إلى فترة معينة، ولكن دي سياحة موسمية، احنا يهمنا السياحة تكون على مدار العام بالنسبة للمصريين هتبقى موسمية، فلازم يغطيها طبعا السياحة الوافدة والمستجلبة اللي هي بتيجي بالعملة الصعبة، لان طيب دي احنا من السياحة الوافدة انا ارى ان يعني التنشيط هناك السياحي يعني الاف ومئات الالاف من السياح الصينيين يزورون اوروبا كل عام، هل تبدو المقاصد السياحية المصرية غير جاذبة للسائح الصيني تحديدا؟ لا، الحقيقة كان قبل كوفيد 19 كان في عدد كبير جدا من السياح الصينيين بيصلوا إلى مصر، وكان قبل كوفيد 19 برضو كان لغاية 2019 احنا وصل لنا 13 مليون سائح ب 12 مليار و 600 مليون دولار قبل الأزمة بتاعت كوفيد 19. ولكن هو السائح الروسي دلوقتي بصفة عامة مش متواجد حاليا أعتقد حتى في أوروبا، ولكن هو الدول المصدرة للسياح بمجرد أن الأمور الصيني يا دكتور حسام. أيوة أنا بتكلم الصيني، الصيني مش يعني كان موجود في مصر لغاية 2019، بس بعد كوفيد 19 ما فيش سائح صيني أعتقد إلا جه لفترة معينة وبعد كده توقفت السياحة الصينية، لكن بمجرد أن الصين بتفتح السياحة لمواطنيها لكل مكان، لا طبعا السائح الصيني كمان بيحب السياحة الثقافية جدا بالإضافة إلى السياحة الشاطئية، وسائح متوسط إنفاقه عالي وكان لينا نصيب منه على عكس السائح مثلا الأوكراني والروسي بيمثل السياحة الشاطئية. ولكن احنا انا عايز اقول في عام 2021 اوكرانيا اذا كانت صدرت 24 مليون سوري 14 مليون سائح 0.7، فتركيا كانت رقم واحد في 28% واحنا رقم 2 21%. أشكرك. السائح الصيني بيمثل لنا برضو نسبة عالية جدا، بس طبعا متوسط انفاق السائح الامريكي والاوروبي الغربي أشكرك. اعلى بكتير من السائح الصيني. شكرا جزيلا لك عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية والخبير السياحي الدكتور حسام هزاع.